معركة الحسم مطار منغ العسكري السرية التاني تم تحريرها من قبل الجيش كتائب البراق. هذه دبابة النظام هذه الطيارة تم تدميرها. هذه دبابة النظام في مطار من مصر. معركة حسم مطار من نغر العسكري هذه مباني القيادة التي بقيت في المطار وسيتم تحريرها قريبا. هذا رادار هذا الهنجار في قبضة الجيش الحر الآن تم تدميره. تم حرق مستودعات الأسلحة. هذه مدافع السبع والسيانة تم السيطرة عليها. هذه الدبابة تم السيطرة عليها ولها معطوبة. السرية تم تحريرها وهي الآن بقبضة الجيش الحر. الله أكبر كتاب الوراق. هذا الهنجار تم تحريره. السرية الثانية وهذه عناصر الجيش الحر الآن متمركزة في داخل المطار. الطائرة تم تدميرها.